احنا طبعا مشاهدينا الكرام، يعني في قرية الطوي الأثرية بولاية محضة، واخترنا هذه القرية حقيقة لأنها قرية أثرية وقديمة، ومثل ما أنتم ملاحظين حقيقة هي من الموروث القديم جدا، يعني واللي الواحد يفخر لأنهم بنوها آبائنا وأجدادنا بأيديهم، يعني من الحصى والطين والجص هكذا كانوا يبنون بيوتهم، وهكذا بنيت هذه القرية الأثرية اللي هي قرية الطوي. مشاهدينا الكرام، القرية هذه تقريبا كانت تحمل حوالي يعني 30 إلى 40 أسرة كانوا يعيشون هنا، يعني من 30 إلى 40 بيت موجودين في هذه القرية. لكن بيوت الأوليين كيف؟ بيوت الأوليين ما مثل بيوت الآن، حقيقة كبيرة، كانت بيوتهم صغيرة جدا ولكن تحمل أسرة كبيرة جدا، قلوبهم كانت الأوسع عن بيوتهم. طبعا مشاهدينا الكرام، المكان اللي نحن موجودين فيه حاليا هذا المكان يسمى القلعة. القلعة هذه بتكون موجودة على طرف القرية، وهذه القلعة يا مشاهدين يا كرام يعني تتحصن فيها القرية بأكملها في حال أنه يصير يعني طواري. طواري كيف يعني؟ زمان لما يتحصنون في قراهم عندهم أبراج مراقبة، يعني في الجبال هذه مقسمة فيها أبراج في جميع الفتحات والزوايا والاتجاهات اللي موجودة هنا في هذه المنطقة بشكل عام. هذا هو مشاهدينا الكرام، تخيلوا ان هذا اللي انتم تشوفونه يعني بس فقط الحدود هذا كامل هو بيت ويحمل اسره، والاسره كبيره طبعا في ذاك الزمان. هذه غرفه، هذه الغرفه فقط في هذا البيت يعني تحمل كم شخص للمنام، وتحمل كم شخص، وهذا فقط الجزء الاخر من البيت. اليوم والحمد لله رب العالمين، يعني نحن في عصر حقيقه رغد كثير، يعني نعيش في بيت من دورين وبعدنا نقول ما واسع. أبانا وأجدادنا يعيشون في هذا المكان ويقولون المكان واسع والحمد لله. طبعا مشاهدينا الكرام، هذا هو المسجد، مسجد قرية الطوي الأثرية. وحقيقة مشاهدينا الكرام، يعني في كل قرية من القرى الأثرية القديمة زرناها لابد ما نحصل فيها المساجد موجودة، يا مسجد أو مسجدين حقيقة، يعني المساجد موجودة في قرى سلطنة عمان من قديم الأزل. مشاهدينا الكرام، نحن طبعا لازلنا في ولاية محضة وفي قرية الطوي بالذات. عندي بعد ما أخذنا جولتنا في القرية الأثرية، مشاهدينا الكرام طبعا القرية الجديدة ما بعدها، أهالي القرية الأثرية هذه نزلوا تحت الآن موجودين ويعيشون تحت، بيوتهم هنا موجودة وهم عايشين، ولكن قريتهم الأثرية في الأعلى لا زالوا أيضا يعني محافظين عليها إلى الآن. مشاهدينا الكرام، عندي هني أيضا من أهالي ولاية محضة سكان قرية الطوي، الشيخ محمد بن سالم بن صبيح الكعبي. حياك الله أبوي. حياك الله. كيف حالك؟ خير لله. عساك طيب؟ خير الله. الله يعطيك الصحة والعافية. الحمد يعافي الجميع. زرناكم اليوم. زارتكم العافية. محضة. يا مرحبا. يا الله يسلمك يا رب. مرحبا. عاد نحن يعني قفار. قفار. نعم. هي قفار، نقفر. نعم. عن الموروث القديم. نعم. ندوره. نعم. وين ما يكون. ايوه هذا الحال. وانتم ما شاء الله عليكم عندكم يعني من الموروث الكثير. الكثير الحمد لله. نعم. هذا موروثنا الاولي الذي عشنا فيه. الحمد لله. قبل فجر النهضة. نعم صحيح.
ومع شراكة العهد الزاهر لمولانا جلالة السلطان. نعم. خاز التعب ونزلنا داخل هذا. وسكنتوا تحت. ايه سكننا تحت. ما شاء الله. ورجحنا. زين. اوكي نعم. بس أنا أبغى أنشدك عن أيام قبل، أنت ما شاء الله أبوي سكنت فيها القرية القديمة. لحقت عليها؟ شهي نعم. سكنت فيها؟ نعم. كنت صغير. صغير ايه. ما شاء الله. هذا اللي نحن جالسين الحين حواليه سموه أنتوا؟ جمي جنور. جنور. ايه. هذا تجيبون فيه البر. نجيب فيه البر وندوس هنا. هني الدواسة تسوي ما شاء الله البر. وهذا البر يوم نخلص الدوسة هاي هي. نزلنا لخرة ما شاء الله. يوم نخلص الدوسة هاي نزلنا لخرة ما شاء الله. وكل واحد قابل عصب يده والخير وافر. والخير وافر الحمد لله. كانت المنطقة زراعية يعني من قبل. منطقة زراعية من قديم الزمان. من قديم الزمان. زين أبوي يعني كيف كانت معيشتكم؟ تجارة؟ وين تودوا البر طيب هذا؟ البر هذا بصف الأسواق. الأسواق؟ أي سوق تودوه؟ ودي إسحار. نعم. ودي البريمي ما شاء الله. ودي في دبي. ها تودون الإمارات بحاجة دبي. كانت دبي الخبار هذه القيض. نعم. رطب أول تبشرة. نعم. رطب دبي. هي. وهذا الهمبة ما شاء الله. والصفرجل. صفرجل ها. هي. هذا كله تبيعونه لهم تودون. نبيعه في الأسواق ما شاء الله. هي نكسب من هناك نحصل فلوس واشترينا عاد وتجيبوا بداله. هي نجيب بداله تجيبوا انتوا عاد من هناك عيش. هي. وش تشترون يعني؟ نشتري عيش ونشتري لنا مالح. مالح سبحان مالح. الله. هي نعم. اذا السمك ماشي هنا ماشي عندكم سمك انت وصوب ماشي سمك تشترون مالح. نشتري المالح نشتري العوال ما شاء الله. والعوال هذا نشتري هنا وخلوه ذخيره. نعم. وأوقات عاد يوم يجونا ضيوف وكما كذا نعم يذبحوا من الهوش ما شاء الله. كانت هوشكم موجودة الحمد لله. هوش موجودة الحمد لله. واختاروا لهم مولود صغير سراسة. الله الله. وكرم الضيوف الذي عندك. هي وعاد ما خبرك عن لذة هذا. نعم نعم لذوك ولذان. نعم نعم. كم ياخذ الوقت عليكم يوم تروحوا مثلا صحار ولا يوم نروح صحار ناخذ 3 أيام. 3 أيام صحار نخلي بريمي ناخذ 4 أيام. أوه أبعد استوت. أبعد هي بريمي أبعد. أنتوا أقرب لكم بعد شوف صحار يعني من هنا. نعم نعم. سوقنا صحار وشرينا السمك ملحناه. هي. وشرينا الحاجات اللي نحتاج بها من السوق. نعم. وراح حمله فوق ذاك الحمار. السمك هذا لما تملحوه كم يقعد عندكم وايد؟ هذا السمك يبطي. يبطي يعني. ما يضيع. الملح ما يضيع. ما يضيع. ما يتأثر. ما شاء الله. هي. وكنتوا عايشين عليه. عايشين عليه. الحمد لله. عايشين عليه. نعم. الحمد لله. هي. ورطب وغيره وسح يعني. وسح النغال. نغال. والخليزي والفرد. هي. والهلالي. الله. هي. هذا كلها كانت الأمور اللي موجودة هاي كانت عندكم. هاي كانت نعم. والتعاون أبوي. والتعاون مع بعضنا بعض كل واحد يقول لك لو واحد يبي يسوي. يحفر يرز حطه في الدعنة زكر جيرانه وجو كلهم. الله الله. كل واحد بعده سويع عادها الدعنة بيضة ولا عادها نجت مبناية. نعم. سبحان الله. إيه فضل الله فضل التعاون التعاون. نعم. ماشي كمان. ماشي كمان. إيه. يقولك قوم تعاونوا وما ذلوا. نعم. هي والله. هي والله. إنزين أبوي يعني هذا بالنسبة للبناء البناء القرية هذه بنيتوها بروحكم بياديهم أهالين القدامى. أرواحنا أرواحنا. بياديهم. بياديهم. إنزين وذاك الحوض أول كان يقول يوم تستوي مثلاً يعني أزمة كذا ولا شيء. نعم. لازم تترسوه وتعبوه. ذاك الحوض نحرك الطين. نسوي قرن الكريم هذا الطين هذا صاروج يعني عشان صاروج ونشينا عليه وسوينا بنقول صلحة كذي حطب وصفينا الحطب وهديناه فوق الحطب فوقه وحطيناه عشان تغطوه يعني عشان لا عشان نحطيه فوق الحطب وبعدين غطيناه بالحطب ثاني ولبخنا فيه الضوء وتم الضوء فيه 5 أيام سبحان الله ونعطوا لجو يدكوه ايوه ذاك الطين يدكوه ايوه لين ينعم وبعد نخلوه وضربوا هو سموه عاد القص جص اي القص وعاد يوم تعبوه ما يظل الماي مكانه ما يتاثر طول ما يخرج منه شيء ابدا ما شاء الله ويوم عاد يختلي ذاك الحوض اقول لك الله ذكر الزعفر الله اي ذكر النساء اللي ودن الحوض ترى ما فيه ماء شوف كيف ذيك الايام ابوي مع ان كانت المسافه صعبه ان تنزل تحت وترتفع فوق تجيب الماي نعم سبحان الله وسير الحر ما شاء الله 50 وما شاء الله لا قدر فوق راسها سبحان الله 50 على يدها نعم 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 وبتورج من الفلك بنشحت عنها وبتضرب ذاك المصعد حريم اول ما شاء الله عليه كبنا في الحوض مرتين نعم وانترس الحوض الحمد لله ويبقوا عاد الناس الكساحه اللي غلابه ما يروموا يهبطوا وفيهم ناس عميان
ما يشوفوا. هاي كيف تسووا معهم؟ هذه اللي بيجوا بيجلسوا عند الحوض بغرفون هم وصاروا يشربوا في بيوتهم، ما حد يقول لهم انتم ما تروا. صحيح صحيح. هذا من باب التعاون. هي باب التعاون يصيروا يربوا من ذاك الحوض ويشربوا في بيوتهم. الحمد لله. اقول لك يعني في عصر النهضه الحمد لله عمان اصبحت كلها طرق نور. اصبحت نور. نعم اصبحت نور. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. تستاهلوا كل خير. والله انهم الناس حلفوا يا لا يوصلكم طريق ولا توصلكم سيارة. لا لا يوصل. ورغم هذا كله شوف السيارات. الحمد لله رب العالمين. وشوف الطريق كيف. تستاهلوا كل خير. أنا متشكر جزيل الشكر لك أبوي محمد بن سالم بن صبيح الكعبي شيخ المنطقة، وإحنا حقيقة يعني اليوم تعبناك وغلبناك. لا والله لا والله هذا واجب على كل واحد، على كل مواطن. هذا واجب. الله يطول عمرك. كل واحد يدي دوره على حسب مقدرته. جزاك الله خير. وإحنا هذه مقدرتنا. الله بالعكس ما قصرت يا أبوي. إذا مشاهدينا الكرام حقيقة سوالف طيبة كثير مع الشيخ محمد بن سالم بن صبيح الكعبي، وتحلو لما نتكلم عن الماضي وعن تاريخ أبائنا وأجدادنا. ولكن مشاهدينا الكرام يعني تبقى هناك الكثير لنتعرف عليه من موروث ولاية محضة. خليكم متابعين القفار وين ما صار.